إذا متابعي شوف تي في الأوفياء، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تطوان. هذه الجولة الصباحية شوفوا معنا الأجواء كيف عاملة صبيحة هذا اليوم من مدينة تطوان، وقولوا لنا واش فايز قمت بزيارة مدينة تطوان، المدينة الساحرة بالمناظر الطبيعية ديالها والجبال الخلابة، دا جبال غورغيز وكذلك جبال درزة، وكما قلت هذه معنا في المباشر الصباحي. التلاميذ والتلميذات متوجهين للمؤسسات، متوجهين للمؤسسات التعليمية ديالهم لأجل الدراسة. فالجو اليوم من مدينة تطوان فهو جو مشمس مع البرودة، يعني راه التواجد الشمس إلا أن برودة كاينة. جبل بوعدان ها هما أمامكم جبال درسة، الجهة العكسية ديال سهنوت مارتين. الله يحفظ السلامة، حد تسير بين دراجة نارية وسيارة أجرة مباشرة هاد مباشر. الحمد لله ما خلفت إصابات بعد التوقف مفاجئ لصاحب التاكسي. حديث مع سائق تاكسي، مع سائق الدراجة كما كتشاهدوا معنا في هذا المباشر. الدراجة نارية كان على وشك السقوط لولا الأوطاف الإلهية، ما تسببتش كارثة بسبب التوقف المفاجئ ديال سيارة الأجرة مرض محادة ديالو سائق الدراجة النارية. معكم في هذا الجولة الشخص ياخذ الحيطة والحضر ديالو ويرد البال.
العرف اللي تغزين حنا فيه على امتداد سهل واد المأتين، فهو بحركة جديد تبدل شريعه من أجل تسهيل حركة المرور. مباشرة أمامنا المحطة الطرقية لمدينة تطوان، الجهة العكسية متابعينا هذا المباشر تابعوا معنا في هذه هي الأجواء في مدينة تطوان، وهذه هي مدينة تطوان. فهذا هو واد مرتين، واد مرتين سهل مرتين لي تم التهيئة ديالو والتوسعة ديالو، لكن لندرة تساقطات الماء طارية فهو كتشوفوه على هاد الحالة اللي كتكون خيرات في بلادنا، فهو كيكون ممتلئ عن آخره. كما كتشاهدوا معنا في هذا المباشر الأغنام وطيور البط هي متواجدة على طول هذا الواد اللي كيكون في شاطئ مرتين. كتشاهدوا معنا الأجواء الصباحية، ف اليوم مشمس مع نبض في درجات الحرارة، الشمس كاين البرودة. مدينة تطوان هنا كنتواجدو على الأشغال اللي تمت في ساحل واد مرتين في هاد الجولة الصباحية، وهذه هي الأجواء المنطقة. كنتواجدو معنا المناظر الساحرة ديال مدينة تطوان اللي كتربط بين جبلين، جبل درسا وجبل غورغيز. كذلك تطوان من المدن اللي كتعرف هجرة الطيور إليها كما تبعوا معنا المباشر.
عدد من طيور الأقانيق المهاجرة تقوم بالسباحة في هذا الوادي. كنا وصلنا لنهاية هذه الجولة الصباحية، نشكركم على المتابعة، كنا معكم في عطيناكم الأجواء الصباحية في مدينة تطوان والجو كيفاش عامل في مدينة تطوان والمحيط ديال مدينة تطوان. شكرا للتتبع ديالكم ونلتقي في مباشر آخر إن شاء الله.